اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى عليه حق قدره والمقدار العظيم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا صراطا مستقيما صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. صلى الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشهيدين ألهم ربنا تقبلنا ختم القرآن وتجوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أعطاني كلمة الموضع وتقي حبنا وتقديم وتأخير أو زيادة أو نقصان أو تأوينا لا علم عبدته أو رأيك أو شك أو تعجيل تلاوتي أو كسر أو سرعة أو زيغ لساني أو قفر مغة أو إدغال بغى المدغم أو زهر بغى البيان أو مدينة أو تهديد أو حمزة أو جسم أو شعيرة بغى المكان فاقتبوا منا للتمام والكمال والمحز من كل إلهام فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تأخذنا يا مولانا آمين. فقد من قرب مريم حقه ما لا ضار والقلب والإذا آمين. حب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان آمين. ولا تختم لنا بشر وشقاوة والضلالة والطغيان آمين. ونبحنا قبل المنام نمر الغفلة والكسلان آمين. آمنا من عذاب القبر ومن سوء الملك والنكر ومن أخو الجدان آمين. وفي وجوهنا يوم البأس واتقي رقابنا من النيران آمين. ويمن كتابنا ويثني ثابنا وثقل ميزاننا بالحسنة آمين. وثبت أقدامنا على صراط وصلنا في وصلنا آمين. وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام آمين. فأقربنا بلقائك يا ديان آمين. أسقط دعانا بالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان آمين. أعطينا جميع ما سألنا به في السر والعلا آمين. وزدنا من فضلك الواسع بجود وكرمك يا رحيم يا رحمن آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعه والبرهان آمين. برحمتك يا ارحم الراحمين آمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم آمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم آمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقران العظيم آمين. دنيا وآخرة آمين. وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم آمين. وتقبل منا إنك أنت التواب الرحيم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. اللهم زينا بزينة القرآن آمين. وأكرمنا بكرامة القرآن آمين. وألبسنا في خلاة القرآن آمين. وأعطنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بدخولنا في القرآن آمين. وأدخلنا الجنة مع القرآن آمين. وارحم جميع سمعت سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بحق القرآن آمين. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينة آمين. وفي القبر مؤنسة آمين. وفي القيامة شفيعة آمين. وعلى صراط النور آمين. وإلى رفيقة آمين. وبيننا وبين الناس ستر وحجابا آمين. وبيننا وبين الناس ستر وحجابا آمين. وبيننا وبين النار ستر وحجابا آمين. وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما آمين. بفتح وجوه كرمك يا أقرب الأقربين آمين. لما عدنا بهداية القرآن وعافينا بعناية القرآن ونجينا من النيران بكرامة القرآن آمين. وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن آمين. والفضل جاتنا بفضيلة القرآن آمين. وكفى
اجعل عنا سيئاتنا بتلاوه القران يا والفضل والاحسان اللهم ارزقنا ذبح الحج من القران هلاوه وبكل كلمه كرامه وبكل ايه سعاده وبكل سوره سلامه وبكل جزء جزعه اللهم ارزقنا بالعرف الفتى وبالباء البركه وبالتالي توبة وبالتالي ثوابا وبالجيم جمالا وبالحي حكما وبالحي خلانا وبالدار جنوا وبالذي ذكعا وبالراي رحما وبالذي ظرفة وبالذين ثناعا وبالشين شفاعا وبالصود صدقا وبالضطعا وبالطعي تهارا وبالغي ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاي فلاها وبالغذ قوة وبالكاف كفايا وبالدم لطفا وبالمي موعزا وبالنون نورا وبالواو وسلا وبالحي هداية وبالنبل أذق لعا وبالياء سرا وصلى الله على سيدنا محمد والي طاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرونا والنور ما تلوناه له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وإلى أرواي أصحابي رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواي شمس الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواي آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأستاذنا ومشايخنا ومشايخنا خاصة وإلى أولي عبدنا آدم كن عليه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر في جميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة إنك على كل شيء قدير ثم إلى أرواح شباب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات أجمعين وإلى أجاب الأصحاب جميع الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واهدر من خذل المسلمين يا رب العالمين يا من حجنا من أحج المفلحين وألبسنا خلع الإيمان واليقين وسنا منك بالتوفيق المبين وفقنا لقول الحق واتباعه خلصنا من القتل واتباعه وكن لنا مؤية ولا تجرفج على يده ربنا عطنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة واقنا ضوى نار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا واحسن رحمتك أنت الوهاب يا رب يا الله اغفر لنا ذنوبنا يا رب يا الله فسر عيوبنا يا خير المغفرة في الدين والدنا وكن الشفع يده يسر لهمنا وبدع الاتجاه زنور وسطنا على المغتاج في سالة الغليا والملائكة يسألون على نبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألا صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله